الباحثون الأجانب يبحثون تأثير اللغة اليونانية القديمة على من يعاني من صعوبة القراءة كما في المقالة التي أمامكم، وفي مقالات أخرى على تأثير Ancient Greek اللغة اليونانية القديمة على من يعاني من التأتأة، لأن اللغة اليونانية جدا انسيابية. مثلا يدربني أستاذي اليوناني باموس على هذا المشهد ميميليسس ثاليس نافرومو كارنين بيلا ماتو بيدي لفتري، يعطيني سيناريو مشهد أي مسلسل أي حلقة أي فيلم أي مسرحية ويخليني أردد وراه. لما أنطق الكلام اليوناني ولهجتي العربية واضح تأثيرها قوي على كلامي اليوناني، أشعر بإنسيابية. مثلا أحب الشوكولاتة كثيرا باليوناني لا تريبو بوليتي سوكولاتا لا تريبو بوليتي سوكولاتا. شوف أنا أستشعر النطق أنه يكون مموج، واللغة اليونانية بطبيعتها بالبداية تحس أن الكلمة مشربكة صعبة، تالي تصير أسلس. يعني لعل أوضح كلمة الآن هذه لمضة إي، هذه النطق ينزل الصوت حيل إي إي لي، هذه نا موفا كو إليني كو. أنا أول ما أنطقها أول مرة بحياتي أتعلمها أحس إنها مشربكة حيل، إيلي نيكو أحس أنها غريبة على لساني، تالي تصير أسلس. تقول هذه ظاهرة موجودة في كل لغات العالم، في البداية تحس أنها صعبة تتعود تصير سهلة. اليونانية بالخصوص لصارت سهلة تحس أنها أسهل لغة تكلمت فيها طول حياتك، تحس ما في لغة أسهل منها بالخصوص اليونانية. العربية ليست أعسر إنما أشد، تحس أنها متماسكة أكثر اللغة العربية. اللغة اليونانية تحس أنها مموجة جدا. فاللي يعاني من صعوبة النطق أنا ما أستبعد صحة النظرية هذه التي لم تثبت بشكل قاطع. فمن هذا المنطلق أتمنى أن مثل ما الأجانب بحثوا تأثير اللغة اليونانية القديمة على من يعاني من صعوبة القراءة وفي مقالة أخرى في صعوبة النطق، لما لا يكون هناك بحث لتأثير اللغة العربية الحقيقية الغير عسرة الغير تلفزيونية، بل اللغة العربية سليمة التشكيل وسليمة مخارج الحروف، تأثيرها على من يعاني من التأتأة وصعوبة النطق. فتجده مثلا يردد أبيات شعر أو يردد نصوص تاريخية مضبوطة التشكيل بدون تعسير. يعني مثلا هذه الأبيات الشعرية: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. انسى قيمة الإلقاء، انسى جمال الإلقاء. الحين لا نتكلم لا قيمة معنوية ولا قيمة جمال، نتكلم على دربة اللسان. خلي لسانه يتدرب على تموج الكلام، لا تقعد تختبره، لا خل إلقائك الشعري يكون أفضل، مو وقته. عظمة التأثير الشعري مو وقته، احنا نتكلم حصرا وفقط لمعالجة التأتأة وكذلك صعوبة القراءة. شلون اللغة العربية تعالج هذا الشيء؟ وراها قارن مفعول اللغة اليونانية. الأجانب سووا اللي عليهم من جامعات أسترالية وجامعات أجنبية غير، وجابوا إحصائيات وجابوا أبحاث وجابوا من يعانون ودربوهم على النطق. إنما هل نطق اللغة العربية الفصحى المضبوطة الطبيعية، ما هي التلفزيونية المتشنجة الطاردة والمانعة لأكثر من ثلاثة أرباع كلام المعاجم؟ يعني لو تردد هذا الكلام هقة، العالم العربي كله بيضحك عليك، رغم أن كلمة هقة موجودة في كل المعاجم ونفس استخدام العربي العامي 100%. تجد كلمات كثيرة مطرودة من العربية المعاصرة، لا، هات العربية الطبيعية. فهذا الفيديو مجرد بذرة بحث أكاديمي ينتفع به أي باحث أكاديمي وأي باحثة. شكرا جزيلا لحسن المشاهدة، الرجاء قراءة المقالة وإفادتي بآرائكم. أفخاري ستوبولي.